أجواء التصعيد والحرب لم تغب عن قطاع غزة الذي ما زال يشهد مزيداً من القصف المركز والذي يطال مختلف المناطق شمالاً وجنوباً. ومع كل غارة إسرائيلية ترتفع حصيلة الضحايا من الفلسطينيين التي بلغت وفق وزارة الصحة إلى أكثر من 4300 قتيل، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة لنحو 14000 إصابة. هذا وفيما أكدت السلطات في غزة فقدان 1300 شخص تحت أنقاض المنازل المدمرة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن دفن 43 فلسطينيا مجهول الهوية في مقبرة جماعية هي الثانية منذ بدء الحرب. هذا وجدد الجيش الإسرائيلي مطالبة سكان شمال غزة بالمغادرة، معتبرا أن من يرفض ذلك سيتم التعامل معه كشريك للمجموعات المسلحة وفق قوله. أضاف الجيش أن مقاتلاته واصلت قصف العديد من الأهداف التابعة لحماس، بما في ذلك مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق الصواريخ، ومقرات للحركة تقع داخل الأبراج السكنية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.